في المتناول. اه نجيب الهدف. طيب ده الهدف الاول يا كابتن حشيش، اتفضل. طبعا كره من العرضيه من الشمال خالص، الانتشار جيد في البوكس اتلعبت، والاهم منها كمان المتابعه والفولو، قدر يحطها في جون يعني. دكتور ثابت وقف وقف، ارجع 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 سن، ارجع بس ارجع، اول هي اللقطه دي حلوه جدا بس ارجع، خلي بالكم مع دكتور ثابت عشان ما بنفوتش، ارجع بقى وايه، ارجع ارجع ارجع. ايوه ماشي 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 ماشي، بقول لك طلباتك اوامر. وقف 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 بس هنا. بص هنا الاثنين المهاجمين احنا قلنا ايه؟ لازم هما الاثنين واقفين في العمق، لازم واحد يقطع على القريبه والتاني ياخد البعيده عشان الاثنين ما يبقوش شبه بعض. انت كده هتعتبر بتلعب بمهاجم واحد لو ما اتحركوش كده. فهنا العرضيه من مازن اسامه اللي هو الباك ليفت اللي عمل ماتش كويس بصراحه في العرضيات، الكروس بتاعه حلو جدا. بص شكل الاوفر كمل قوي، اوفر قوي بيقول للمهاجم حطيني جون. بص اوفر كويس جدا، بمناسبه الهدف ده كان معايا الكابتن اسامه زكي امبارح، والاهلي جاب هدف شبه الهدف ده في الزمالك لكن بتاحه برجله، فتاحه قطع على الاولى، فقال لي من ضمن الحاجات كابتن بدر رجب وخاصه الكابتن محمد شوقي حريصين ان المهاجمين اي حد بيعمل كره عرضيه لازم الاقي واحد على العارضه الاولى، لازم واحد يقطع على العارضه الاولى. فالنهارده بتكتمل كمان يعني، بياخد انتباه الجون وباخد انتباه اللعيبه المدافعين. هنا واحد قطع على القريبه والتاني على البعيده. هات بقى هاتها تاني، معلش كمل كمل، انتشار جيد. لا هاتها من اللقطه الاولانيه، ماشي كمل. لا اللقطه اللي هي الاولانيه كانت احلى من دي، كمل. ماشي كانت ماشي من بعيد فبان التحرك، كانت من بعيد احسن، كمل. هنا هنا وقف 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 وقف. هنا سمير محمد المهاجم الثاني اللي هو جابها، اللي هو لابس جزمه خضراء في ظهر المهاجم الاول، هنا هنا في ظهره، بس هنا المتابعه، هنا اصراره، هنا حته التركيز ان انا ممكن الكره تقع فبجري عشان الحق الكوره. هنا المتابعه عند المهاجم كويسه جدا، وهم في الاول كمان يا اسامه يعني اولها. دكتور ثابت، دكتور احمد، بص يعني في زياده عدديه من المدافعين يعني 3-2 صح، بس تحرك المهاجمين، بس واحد على القريبه خدها براسه والتاني ايه بقى هنا المتابعه كمل، واللي التحم وحطها براسه حلوه جدا. صحيح. طيب نروح للهدف الثاني، هدف عبد الرحمن شريف، كره عرضيه من ميدو نبيل. طبعا كره عرضيه من ميدو نبيل، وطبعا سمير لعبها عبد الرحمن شريف. طبعا التايمنج بتاعه هايل، يمكن بص حتى يمكن طلع قبل الكوره بسنه، هي بص قبل ما توصل طلع بسنه عشان يركب الكوره صح وياخد التايمنج بتاعه صح، وفي نفس الوقت طلع قبل المدافع. طالما المهاجم طلع قبل المدافع خلاص الموضوع خلص، الموضوع انتهى. المدافع مهما كان بيلعب براسه كويس ما صح. دكتور ثابت ارجع 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 ارجع، اللقطه دي حلوه قوي اللي انت جايبها، ارجع بقى بس وقف وقف هنا، وقف وقف. كام لعيب من النادي الاهلي جوه منطقه ال 18؟ في زياده عدديه، 1 2 3 4 5 يعني، في كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء. الحاجه الثانيه، مين اللي قاطع على القريبه؟ رقم 9 اللي هو سمير محمد. مين اللي قاطع على البعيده؟ عبد الرحمن شريف. يعني هنا في تكتيك مدرب ان انا واحد بيقطع على القريبه، اللي فاتت كانت العكس، كان لما الكوره بتبقى ناحيه اليمين واحد بيقطع، هنا 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 التحرك بتاع المهاجم، واحد قطع على القريبه اللي هو سمير محمد، عبد الرحمن شريف واقف على البعيده، التحرك نص الجول بيسهل لزميله كمان صح، لانه بياخد معاه مدافع وبياخد عين المدافع. صحيح. انت النهارده انت الكوره الجون مش جاي كده، الجون جاي نتيجه كثافه، جاي نتيجه تحرك اتنين فراوده. انت ممكن اي فرقه بتلعب باتنين فراوده من غير ما مهاجم بيقطع على القريبه واحد على البعيده مش هتعمل حاجه. صحيح. هنا دي الميزه. صحيح. غير بقى التوجيه والارتقاء، بص الجامب بتاع عبد الرحمن شريف بصراحه هو في الكرات العاليه ممتاز. هي. هي. ممتاز في الكرات العاليه. هنا التحرك واخدها عاليه جدا، والتوجيه كمان التوجيه بتاعه كويس جدا. الهدف الثالث، اتفضل. الهدف الثالث لاعب سمير محمد. طبعا. ده الهدف الثالث للنادي الاهلي، والهدف الثاني الشخصي ليه في المباراه. اتفضل يا كابتن حشيش. احمد طبعا بياخدها طبعا، هنا مين اللاعب اللي انطلق؟ احمد اشرف. احمد اشرف ترد طبعا من المدافعين، تروح لمازن، مازن تاني بيحطها على البعيده. البعيده برضو اللي انت